يا شباب، احنا كان عندنا الامتحان ده، كان فيه احنا وقفنا عند كويشن كام، كان فيه هوم ورك صح كده؟ فيه اسئله صعبه. يا مستر عندنا أسئلة. طب كويس، عشان خد بالكم ان ماما قالت لي السر انك انتم ما حلتوش امتحانين اللي فاتوا، اللي هو أنهي؟ اللي انا كنت بعتهم قبل كده. ما هو أنا حليت ده يا مستر، وامتحان تاني برضو كان أبريل 2021. طيب طبعا طبعا انتوا الثلاثه خلاص حجزتوا التيست صح كده يا تسنيم؟ صح، انتوا الثلاثه حجزتوا التيست خلاص 21 اكتوبر 21 يا صح؟ مستر ان شاء الله ان شاء الله. وانتوا بعتوها فين؟ بتعملوا فين اسف؟ احنا امتحان في الشويفات. طب كويس، يا شباب تقولوا فيها سنتر اكت؟ هي كانت قافله وبعد كده فتحت تاني، يعني في اه سبتمبر كانت الريجستريشن، بس فتحت في اكتوبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله شفتكم كان كويس جدا. طيب يلا بينا، يلا دكتور تسليم، في اي اسئله من اول كويشن كمان نبدا يعني ناخد من الاول كده؟ هي الباسج ديت تمام. تمام. طب متاسف تسليم، في اي مشكله بس دي لحد سيردي؟ مستر انا عندي question 30. 30 حاضر، بس ده مش هنحلها مع بعض سيرجي ده؟ لا محل، لا محل، لا 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 مستر، احنا ما كملناش الامتحان. طيب ماشي. The writer is considering adding the following sentence to the essay. He or she has to be sure not to include any grass, fall, or other surrounding objects or animals in the cropped area. In the cropped area, surrounding objects. Okay. أروح ل A و B و C و D. 3, 3, 4, 4. تمام. أدي 3 فين A؟ قال لي the researcher then crops a rectangular section of the photograph making sure to capture the stripes in the zebra's side. Stripe spotter converts that section into a stark black and white image composed of parallel vertical lines. The width of the lines corresponded perfectly to the width of zebra's stripes. بعدين بيقول لي providing zebras unique to each animal in much the same way fingerprint is unique to each person. طيب اروح ل C. Stripe spotter has proved so useful that its developers plan to design similar programs to identifying other animals. Any pattern. So far, Stripe Spotter has helped researchers thoroughly monitor the social interactions and migration patterns of endangered zebra species in Kenya. When he or she has to be sure not to include any grass, foliage, or other surrounding objects or animals in the cropped area. هنا the researcher then crops a rectangular section of the photograph making sure to capture the stripes on the zebra side while making sure not include any foliage or حاجه زي كده مظبوط كده making sure answer هنا ايه صح حتى دي كده هو انا كنت محتاره ما بين A و B. The process begins when a researcher uploads
a still photograph of a zebra. لا لسه بدري عليها. هتبقى too early هنا. لسه ما اتكلمش الحاجة دي أصلا. فاهماني؟ ولا مش فاهماني؟ لا تمام مش. إيه الأسئلة التانية طيب؟ ممكن question 31. question 31. ده سؤال punctuation مظبوط كده؟ بيقول لي add the Broadway station of Long Island Railroad in Flushing, comma, Queens, comma, commuters. أبص كده أول على أي حاجة wrong أول حاجة أشيلها هي دي. بيقول لي add the Broadway station of مش هقول له station comma of هنا غلط. ولازم برضه C تكون wrong. Answer is A. ما ده سؤال سهل. طب ليه مش B؟ أنا عملتها B، ليه مش B؟ هقول له station، هقول له of the Long Island Railroad، دي non essential، هقول له the station in Flushing. طب وليه ده عامل اسمها ده اسمها of the Long Island Railroad، ده كلام essential أهو، هي اسمها مهم ولا مش مهم؟ بس أنا لما جيت لما انا جيت قريتها من غير الـ of the Long Island Railroad دي حسيت انها كويسه ما فيهاش حاجه. حلو قوي كلام جميل كلام جميل سهل قوي. At the Broadway station of the Long Island Railroad. طب انا اعرف منين الحاجه دي؟ How can I guess it؟ يعني هو information على الـ Broadway station. طيب ماشي ما دي حاجه مهمه انا اعرفها منين من غيرها؟ ده انا عملتها نون اسينشال انا اعرفها منين؟ طب اقول لك ذا لونج ايلاند ريل رود انا اعرفها منين من غير ما اشيلها من السنتنس؟ اذا عملتها انا هنا نون اسينشال فانا اي وونت اندرستاند ذا سنتنس او ات ليست انا مش عارف كان بيتكلم عن ايه؟ اوكي مش فاهمه؟ لا تمام ماشي. هو بس انا كنت متلخبطه فعلا فيها عشان ما جيت شلتها قلت لا ماشي طب السنتنس كويس ما فيش حاجه. question number 18 ممكن question 39. حاضر وانت تسليمه وتدرس ما ذاكرتوش ليه يا جدعان؟ انا عايز 38 انا عايز 38. وانت يا دكتوره تسليمه مستر انا عايزه 39. حاضر يبقى على كده معنى ان فريان وتسليم يسالوا السؤال ده يبقى سؤال سؤال بؤبؤ سؤال ايه؟ سؤال بنيل بنيله صح كده؟ هو انا ما بحبش اسئله اللي هي الارينجمنت مش بعرف اعملها خالص او بتاخد مني وقت طويل يعني. بس خلينا برضو نكون صراحه يعني خلينا نكون ايه كلير ان امتحان الاكت هو اسهل اسئله هتقابليها في اسئله السنتنس اوردر واصعب اسئله في السنتنس اوردر هو امتحان الاي اس تي. ماشي؟ ماشي طيب هروح الاول للكويشن 38 اللي given that all the choices are true. ده معلش معايا مدس. Which one most effectively leads the reader from the first two sentences of the paragraph to the rest of the paragraph. تعالى الاول نروح الاول نقرا اول two sentences من paragraph. Sheldon is academic. A ceramic ware named for its aquamarine glaze, originally from China. أصل الحاجة تيجي من الصين. Celadon was further developed in the 10th and 11th centuries in Korea, in which elite design and decorative elements were added. And over the centuries, Celadon became a cultural treasure in Korea. كويس قوي. فبقول لي انت لغيت تجيب من اوفر ذا سنترز دي منين؟ جبتها من بيقول لي 11 و10th. حلو قوي. قال لي في جي ذا سيلودنز كولر از ا ريزالت اوف ايرون اوكسايد ترانسفورميشن فروم فيريك تو فيريك. تعال نكمل بعدها. Today South Korea ceramists will accept nothing less than perfection in creating their art. مش كده؟ In fact, if the ceramist deems a piece imperfect, he or she will often scrap it entirely.
بيجي قال لي the children's color is result of iron oxide لازم يجي يكون غلط. هنا لا هنا ولا هنا بتكلم على الكالر، صح كده؟ تمام. مش ده الثيم يعني. قال لي هنا it has been theorized that the name Sheldon derives from the Sanskrit word for green and stone. مفيش حاجة برضه في التو سنتنس بتقول كده. يعني ما قالش إن اسمها جاي منين. شين شانك هو ده مين ده؟ هو بو بو كو ده اللي بتاع شمال كوريا الشمالية، ودي بو بو ده. شين شانك هو one of the Korea's most celebrated modern ceramists began برضه ما جبتش سيرته. أنا بقول لك الحاجة دي كان أصلا من الصين، وبقول لك بعد كده كان في كوريا، وراح هناك فين؟ في القرن العاشر والقرن الحداشر. فأقول لك الأنسر إز إيه؟ over the centuries Sheldon became a cultural treasure in Korea، صح كده؟ تمام. The answer is F. مظبوط. تمام. 39. The best placement for the underline. The underline portion would be being on A. Be only four Sheldon shards. طيب. And where it is now. She decided that these scraps or shards would be an ideal medium for her mural. And in 2002, she contacted ceramist in South Korea, city of Haeundae, well, Haeseon, and arranged to be shipped to Queens. After the word ceramist. All contacted ceramist for Sheldon charts. No. After the word city. Oh, in the South Korea city for Sheldon charts of Ajin Galati. After the word arranged. B. Mr. انا عملتها B برضو. Just a minute. طيب دي واحدة. أنا بس ما بحبش حد يقرأ لي سؤال. هقول لك استنى. After the word arranged. She contacted ceramists. أنتوا قلتوا حطوها هنا؟ For certain shorts in the South Korea city. ولا أقول له she contacted ceramists in the South Korea city of Aichimon and arranged for certain shards to be shipped. I think the answer clear SSD is IB. Haolu and arranged for certain shards to be shipped. يعني تم ترتيب الحاجة دي عشان تتشحن. يعني مش شايفه صعب كده، لكن هقوله after the word أقول له contact it's a ceramist for certain shots in the South Korean city. ماشي، ممكن يعني it works. لكن لما أقول له and arrange it for certain shots to be shipped، يعني هم رتبوا الحاجة دي عشان تتشحن. I think it's better يعني. إيه رأيك؟ هي تمام ماشي، بس هي بتلخبط شوية. يعني انا كنت شايفاها بي من جد قريتها. ما انا بقول ايه؟ بقول بي برضه ساوندز كوريكت. لكن لما اقول لك خد بالك، بقول كلمه حلوه في الكويستشن، بيقول لي ذا بيست بليسمنت، يعني ممكن يكون في جود بليسمنت. بقول لك المكان الاحسن ليها فين؟ صح؟ صح. يعني خد بالك من حته مهمه جدا، ذا بيست بليسمنت. وبيقول لي ايه المكان الافضل، وممكن تيجي يقول ذا كونتاكت سيراميس فور سيلد انشورنس ان ساوث كوريا، يعني شغال. تمام؟ اوكي. هاي تسليم الاخبار. تمام يا مستر، بس هو فعلا يعني الاسئله ديت بتلخبطني، حتى في الاي اس تي كنت بتلخبط فيها برضه. ما هو احنا خلينا بس يعني نقول بس ان في الاي اس تي السؤال ده صعب فعلا،
لكن في امتحان الاكت انا مش شايف بالصعوبه دي قوي. وبرده خدي بالك انا بكررها للمره المليون، امتحان الاكت عايز براكتس كتيره قوي زياده عن اللزوم. ليه؟ يعني عشان يعني انا مثلا انا مثلا لو جه واحد مثلا قال لي انا عايز اخد منحه بره وعايز اخد امتحان الاس تي والاكت، انا مش هفكر اصلا، يعني انا كوليد مش هفكر ان انصحه بايه. هو ده مروح في سكه الاس اي تي، الامتحان منضبط، اسئلته اقل، وقته افضل، ممكن يكون اصعب سنه، لكن لو عملت عليه براكتس كويس انا كويس قوي. لما الاكت بقى المشكله الحاجات اللي زي كده، يعني الاكت فيه فعلا زي ما بيقولوا تريكس كتيره قوي، فاهماني؟ اي مستر فهم تمام. عايزه 50 حاضر 50 عايزه 59 حاضر 59 بعد 50 صح كده، بدي خدناها في الماس. ايه مستر عايزه 59 صح كده؟ لا انا عايزه 49. 49 ماشي. اسف، ما المدرس مش عايز حاجه خالص، المدرس انت جبت كل الاسئله صح. معانا مدسي، شكل مدسي بيلعب في اي حته. طيب تعالوا نروح ل 49. الراجل بيقول لي طب ده صعب في ايه يا دكتوره فريهان؟ الراجل بدأ بداش، هيقفل بداش، هي مش انسايز اي؟ صح. لا 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 لا، انت بتهزري بقى، كيف بتهزري بقى؟ ها؟ ماشي بس ما ركزتش في السؤال ده، انا اخترتها بيه اصلا، بس انا قريت السؤال تاني مع حضرتك كده شفت السؤال ده ما ينفعش بيه اصلا عشان قاطع. هو ده ليه بقول امتحان الاكت عايز براكتس كتير جدا؟ عشان خاطر انا يعني اسئله زي كده بحلها في 1 سكند، زي بيقول 1 سكند تف 1 سكند، بحل سؤالك في 1 سكند. طالما بتحل معايا شاطر قوي وتقول امتحان تاني خالص يعني، بقول لها ايه؟ لا انت كده غلطان، انك انت اتاخرتي، المفروض تحل سؤالك في 1 سكند. معايا كده؟ طب انا هروح لكويشن نمبر 50، لان طبعا تسليم بتقول ده صعب. ده 50 بيقول لي هنا ايه، ركز معايا، بيقول لي had managed to complete only about 6 miles to the road of giant forest ولا to the road from the giant forest ولا from the road to ولا of the road to. لا طبعا ده بقى ده ايديوم، ده سؤال صعب، ده سؤال صعب. 6 miles of the road to. طب مستر مثلا حضرتك معاكش ورق او حاجه للايديومز والاكسبريشنز والحاجات دي؟ بص يا دكتوره ياسمين ركزي معايا في الكلام ده، يعني بحسها بتيجي بالاحساس شويه يعني، ماشي يعني مره صح ومره غلط. كان معايا عمر احمد، كان دايما هو نتخانق مع بعض، قلت لك كان مجموعات كبيره بقى ايام العز بقى، فكنا دايما نتخانق مع بعض في الاسئله زي كده. انا اقول له انت جبتها ازاي؟ يقول لي بالسنس. اقول له عمر مش كل مره تقول لي بالسنس، عمر طبعا طالب مش بيقبل يعني، ده جاب زي ما قلت لكم 36 ثلاث مرات في ست امتحانات. فعايز اقول ان طبعا انت هتيجي سؤال مهم جدا. اول الايجنت دي كان عندي قاموس كده بس اظن ضاع من عندي، انا مش لاقيه طبعا على فكره. طبعا نقلت وسافرت اوروبا كذا مره وجيت ثلاث مرات، ففي حاجات كتير ضاعت من عندي يعني، كتب كتير قوي. المهم ده كان انا مش حافظه، انا شخصيا ما حفظتوش، انا جبته ما حفظتوش لان لقيت ما عنديش خلق اني احفظ القاموس ده. فانت برضه مش هتحفظيه كطلبه يعني، هابي يقولك او اديك القاموس ده انت تقعد تحفظي قاموس عشان الايديمز، مش منطق يعني. دي بتيجي من كتر القرايه يا دكتوره تسنيم، يعني ملهاش حل غير السنس صح؟ انا ما بقولش سنس، انا قلت سنس وقلت عمر قال لي، انا بقول لك دي بتيجي من الايديمز والقرايه والريدنج. انا بقول 6 مايلز اوف ذا رود تو، فجاه من كتر القرايه بتاعت الليترشر والريدنج الباسجز وقرايه الجورناليزم، كل ده هو اللي بيخليني كده. انما انا عشان انا اروح احفظ قاموس ايديم ده اصلا اللي كتبه مش حافظه، مستحيل يكون حافظ طبعا. يعني كده صح؟ صح. وبرضه عشان نكون منصفين، عشان نكون منصفين ان دي برضه من احد مشكلات الرايدنج في الاكت ليه او الانجلش بمعنى اصح. ليه؟ إيه مثلا لما نروح احنا امتحان الاس اي تي ده بيجيب حاجات بتيجي كده صح ولا غلط؟ الاس بتكلم على الاس اي تي، هي السؤال ده بيجي كده ايه؟ اتراند، ممكن يقول لي مره واحده في الامتحان، ممكن يقول لي كده حلو كده وانا ايه وانا مركز إيه، لو قريت كويس السنتس هتيجي معايا على فكره، وامتحانات كتيره كده. انما في الاكت لا، يعني عايز حد يقرا، لو قلت لك سموه انجلش عشان كده.
المتسر معانا يا شباب؟ متسر معانا معاك يا مستر. لو ما خدتش بطوله الجمهوريه بنورك ازرق متسر. تلاش يا مستر تلاش. انا جاي بصراحه بدي اتجلك. ايه ده؟ يا تاني هنا. انا مستر كنت عايز 46 بس. انا ما انت كنت نايم فين يا حاج؟ انا كنت رايح اجيب ميه. انا اتند عليك وحتى فرن ما رضيتش اقول لي حاجه. ما تقولش كده قالت لي ايه؟ كبر دماغك. 46 بيقول لي هنا راجل ايه؟ ايرث هاز. لا ده خد بالك ركز معايا، ده سؤال موديفاير. الراجل لما يجيب لي اندرلاين قبليه كوما غالبا موديفاير او اتليست بانكتشويشن. طبعا هنا ما بيسالنيش بالقامه، كوما كوريكت، وقال لي ايرث هاز دي اندبندنت، فش طبيعي هيجيب لي ديبندنت. فاشوف بدا السنتنس بايه؟ قال لي ايبل. مين بقى اللي ايبل؟ لازم تروح تشيل جي وتشيل اتش. تقول لي ات دي مش ايبل، دي فيج، وان مش ايبل، صح كده؟ دي بريبوزيشن. طب الايرث هي اللي ايبل ولا الجاينتس كوايت تريز؟ اي ثينك بقى ايه؟ ار ذا لارجست. لا اي ثينك انسر شود بي ايه؟ جي، صح كده؟ نوت اف. مظبوط؟ تمام كده؟ تمام يا مستر. يقول لي ار ايبل تو جرو، مش اقول له بقى الايرث هي ار ايبل تو جرو، يعني الارض بتبي تنمو. وطبعا هتقول لي طب انا الكلام ده اخده في البيسكس فين بقى؟ هقول لك يا ريس في طابق 18 في اريكا الموديفاير دانجلينج وايه؟ والميس بليس موديفايرز. تمام كده صح يا دكتوره تسنيم؟ اي مستر مع حضرتك. ممكن كويستشن 53؟ حاضر. 53 ده سؤال ديكشن، سؤال فوكابيولري. 53 because he had his troops sent ولا صاحب 53 sent ولا channel ولا convey ولا shape most of their efforts into the road because he had his troops because he had his troops send most of their efforts into the road. Young was just concerned with maintaining the park's natural features. اختار الشانل هنا. ترى ايه؟ ترى تشانل مستر كنت متلخبطه فيه بصراحه. لا ده سؤال صعب جدا، سؤال صعب من اصعب الاسئله واجهتني، من اصعب الاسئله اللي واجهتني في الاكت. سؤال هارد، سؤال صعب، سؤال صعب فعلا. Because he had his troops channel most of their efforts. انا مش بقول لك his troops send most of his efforts، صح كده؟ into the road. اقول لك ده سؤال صعب قوي. لا انا ما فيش طالب ولا مدرس هيجيبها دي. channel most of the efforts. فاهماني؟ طب ليه مش send يا مستر؟ يعني اصلا channel دي كانت ممكن تبقى من اول حاجات اللي انا هشطبها، يعني مش عارفه. اصلا send و convey كمان برضو حسيتهم قريبين شويه في المعنى في السياق ده. لا ده انا بس اخالفك في حاجه هنا. انا اولا مش ممكن اختار سن، انا كنت اولا اختار كونفي. انا ما اخترتهاش. انا مش اختار سن، انا لما افكر انا كطالب او مدرس اول حاجه افكر فيها هي كونفي. بس تعال نشوف الكلام، انا جيت قريت بعدها. يعني لما جيت اختار كده قلت لازم اقرا بعدها. دلوقتي بيقول لي most of their efforts into the road. Young was just a concern with maintaining the park's natural features. فمش هقول له هنا send most of their efforts. مش هقول له ده، بقول له because he had his troops send most of their efforts. لا، هقول له his troops it channels most of his
يعني اللي بتظبط الحاجه دي هي بتعمل قنوات للحاجه دي، فاهماني؟ بتقسم الحاجه دي ايفورت مجهودات، بتنوعها، بتلعب، بتنقلها. مش اقول له بقى ايه، مش اقول له انا ممكن افكر، ممكن افكر في شيب كمان، لكن مش ممكن افكر في في ايه، مش ما هقول انا اخترتها شيب. طب انا بقول لك انا ممكن افكر في دي شيب، ممكن افكر في شيب، شيب موست ممكن. ده سؤال صعب، سؤال صعب. انت عارف دلوقتي لو دخلت لك على قاموس بيرسون، ثانيه واحده ثانيه واحده، انا اقول لك هنا حاجه مهمه جدا، ثانيه واحده، يعني صعب صعب، سؤال صعب. بس انا اظن الامتحان ده اللي يجيب 74 ياخد 36 عشان السؤال ده، برضه هم عندهم عقل يعني، في الاكت والاس تي عندهم عقل في الحاجات دي قوي يعني، يجيب السؤال ده غلط برضه ياخده صح. هي كده ما ينفعش تجيب لي سؤال زي كده صعب جدا يتحل. ثانيه واحده بس انا اعمل تشيك على حاجه. طب انتوا جبتوا السؤال ده صح ازاي؟ طب ما اسمه ايه ده، طب ما فريهان والمدثر ما سالونيش السؤال ده. ما جبتوش صح اصلا مستر، ولا انا انا عملتها تشويس دي. تمام تمام to control and direct something such as money energy. بس خلي بالك to control ده بيشرح لي ايه channel. to control and direct something such as money or energy towards a particular purpose. انا بقول لك سؤال صعب. it channel most of their efforts. الانرجي الطاقه المجهود لازم اقوله channel. سؤال ايديوماتيك جامد قوي ده، يخرب بيته. مين اللي حط السؤال ده؟ انت معايا ولا مش معايا؟ مع حضرتك. سؤال صعب. بس يا شباب لازم اقول لكم ان امتحان الاكت فيه اسئله، كل امتحانات الاكت فيها سؤال او مذاكره او اثنين، ما فيش امتحان الاكت بياخدوا منه سؤال زي ده. المهم انا عايز اجيب كام؟ الحاجه برضه خد بالك في حته مهمه جدا جدا في امتحان الاكت، عايز اقولها لك، هو ما تحلش الساينس. معايا يا شباب؟ لازم احل الساينس. نحل الساينس؟ ايوه طبعا، الا سكور مش هيظهر. ما هو مش، ايوه ما هو مش اوبشنال اصلا. ايوه مش اوبشن ده، اختياري، لازم احله. انت هتحله، هنحله في نفس اليوم يا مستر. مش ايوه طبعا، ما هو كله في نفس اليوم. طيب تعال نكمل. تعال نكمل يا شباب. في اسئله ثانيه صعبه طيب؟ مستر ممكن question 55؟ 55 حاضر. بيقول لي 55 young had his soldiers place fences around the most damaged trees to protect them from future bad stuff. ولا further harm in the future، ولا further harm، ولا bad stuff. young had his soldiers place fences around the most damaged trees to protect them from future bad stuff. Will a further harm in the future? Will a further harm? Answer should be C. Further harm. In the further something in the future. صح كده؟ further. Right? مش اقول لك bad stuff. Bad stuff دي سؤال حلو، سؤال سؤال جميل. سؤال جميل. ليه؟ أنا مش هقول لك further harm in the future، ما هي further هي future close. ومش هقول لك future bad stuff، bad stuff ده كلام a little bit informal. هقول لك إيه؟ harm. أنا عندي harm وعندي bad stuff. Which one I should select؟ I should select harm. Therefore I should delete A and delete D. Then I'll go to B and C. Further harm، this is worthy، I should go to select C. شايف الـ شايف الـ process دي؟ وكنت مش فاهمني يا شباب، وقاعدين انا قاعد بكلم نفسي، نقعد نعدي ساعتين اكلم نفسي.
النهارده في البيزك قاعد ساعتين بتبرجي مع نفسي كده، او والله العظيم لك انك كرهت حياتي بسبب العيال دي، ده في احترام لفلوس مرفوعه ولا اي حاجه، والله العظيم ما شفتش مجموعه في حياتي بالمنظر ده. ولكن المدرس انت معاك مجموعه محترمه جدا، حظك حلو. تمام يا مستر. شد حيلك معاهم. عيال دي ناس في جريد 9 وعايزين يجوا طب، عيال دي في جريد 9 وعايزين يجوا طب بشري حكومي. ايه الكويشنز الثانيه يا شباب معلش؟ أنا عايزة 61 يا مستر. في حاجة في 61 طيب؟ لا يا مستر. طيب 61 ده سؤال برضو سؤال ديكشن، سؤال فوكيبلر تاني. طيب برضو هو هنا ما بيعملش زي امتحان الاس اي تي، السؤال ده الوحيد اللي اصعب من الاس اي تي. الاس اي تي فيه سؤال واحد ما يتحلش، هو هنا بيجيب لي ايه؟ يعني 3 4 كده حلو كده؟ هو يتحل يعني، بس اقصد يعني صعب، لازم الطالب يكون بيقرا كتير، بيقرا كتير قوي. انا اقرا كده السؤال من اول خالص. Four decades the diminutive jellyfish journey processes Doherty ولا Doherty mere millimeters wide as an adult did not much notice from scientists. Did not. طبعا انا اول حاجه اروح اشيلها هي بي disclose، صح كده؟ This did not disclose much notice from scientists ولا did not unveil ولا reveal ولا elicit. I think answer should be D. Elicit يعني provoke، يعني بتستفز كده حاجه عندهم او بتخرج حاجه عندهم كده. تقول لي did not elicit much notice from scientists، ممكن تيجي معاك كده؟ ممكن. صعب برضه. طب ما ده نايل بينا زي كان الكويشن نمبر كام اللي حلال تسليم قايل عليه؟ 51 صح؟ لا تقريبا 53. احنا حظنا حلو، عظيم الحمد لله، احنا دلوقتي ثلاثة مع بعضينا كده قاعدين من ايه؟ بننقنق مع بعض. الكلام طبعا ده في وسط مجموعات كبيرة، طلبة كتير بتو. انتوا ازاي كنتوا بتحلوا انجلش مجموعات قد ايه مع الاكت؟ ايه يا مستر؟ كنتوا بتحلوا الانجلش مجموعات قد ايه في الاكت؟ يعني كان مستر احمد كان معاكم قد ايه؟ كام واحد؟ لا في الاكت كان قليل قوي، يعني لما ظهر الاي اس تي كنا تقريبا ثلاثة في الحصة، يعني تقريبا نفس القصة اسيستنت والمستر واثنين، انا وحد مثلا او ثلاثة. انا برضه حتى مع احمد ابو زيد برضه. خدمة مع مستر احمد ابو زيد، خدمة مع ناس كتير قوي الصراحة يا مستر. اما حاجة انتوا حاسين بفرق معايا ولا حاسين برضه مش حاسين بفرق؟ خد بالك مش عايز تقولي انا حاسس بفرق وانت مش عارف كده، ما يهمنيش، اللي يهمني فعلا الحقيقة، يعني فانت حاسس استفدتي ولا برضه مفيش فرق كبير؟ الواحد برضه يذاكر. لا هو انا حاسه ان انا ببص للكويستشنز بطريقه مختلفه. تمام. طب ايه الاسئله الثانيه؟ تسنيم يلا عشان عايزين نحل بقى اونلاين مع بعض. تسنيم في اسئله؟ ثواني يا مستر، كان في سؤال بس بشوف رقمه كان ايه عشان كنت عايز اسال عليه. ماشي يا دكتور. ولازم برضه تسنيم بقى تخش محاوله اللي بعد 11 يبقى مش عارف بقى في تقريبا في واحد غالبا. هو انا اصلا مش حاسه ان انا هعرف اعلى عن اخر سكور، فبفكر ما ادخلش تاني. ايه في الاي سي دي؟ والاثنين. لا 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 زعلتني منك، انت لازم تخش معايا الاي سي دي. لازم مش حاسه يعني مستر، حاسه ان انا يعني ما يعني حاسه ان انا مش هوصل لحاجه برضو في الاخر. هل اس دي نتيجه البيكس كام ده جدا في الريدنج خليك تحلي مثلا حوالي ان شاء الله باذن الله تحلي معايا مثلا حوالي مثلا 48 47 كوركت. لو ظبطت معايا وحليت معايا 9 امتحانات تاني 10 امتحانات ولا حاجه هتبقى عيدهم تاني ان شاء الله.
ان شاء الله هتجيب معايا، ان شاء الله هتجيب معايا سكور جامد، هتجيب ممكن ريدنج يظبط معاك جامد قوي، متقلقيش يعني. يا مستر ده انا اصلا مشكلتي في الاي اس تي اكتر من الريدنج بكتير الرايتنج، بحس الرايتنج اه الرايتنج بتاعه يعني ما بيتحلش بصراحة يعني. لا ده انا عامل فيه شغل جامد جدا، عامل فيه شغل جامد جدا مع الطالب، مره في الطلبه المره اللي فاتت لدرجه ان طالب انا اتخانقت معاه واتخانقت مع والده وراجع تاني، انه راح ل 100,000 واحد. شوف انا عملت، اتخانقت معاه والده وعملت امبارح موقف مش كويس خالص مع والده يعني، ورغم ذلك راجع. ليه؟ لانه ولد شاطر جدا 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 يعني، واصر يرجع معايا تاني مع ان انا عملت له بلوك. لا ان شاء الله برضه هتبوظي معايا جامد جامد. المهم خلينا في الموضوع ده عشان بس ما نضيعش وقت. ايه نروح لاسئله ايه تاني؟ كنت عايزة 68 و69. اوكي. 68 بيقول لي there is no apparent limit to these perpetual cycles of metaphoric transformation while endless recurring cycles of transformation. الانسر مش جاي. الانسر جاي بس انا بقول برضو ليه مش اتش، يعني ليه ما اختار، يعني ليه ما حطيتش كلمه ميتامور دي ميتامورفوسس. ما هي الميتامورفوسس دي مش هي نفسها ترانسفورميشن، ما هي دي ترانسفورميشن اصلا، مش تتحول اصلا. ايه ده، هي كلمة، الكلمة دي معناها ترانسفورميشن؟ يعني انا وانا جيت انا اصلا ما اعرفش برضه ميتامورفوسس دي يعني بالظبط صراحه، عشان ما اكتبش يعني ما عدتش عليا يعني. انا كده قلت دي شورت سبيرر فعلا انه بيكرر الكلام يعني، برضه مش حافظ انا التلفظ كل كده في ثانيه واحده يعني، برضه مش حافظ، انا مش حافظ القاموس يعني، انا هفتي يعني بأماني. انا حتى استغربت انك فاهم. انت تسالي السؤال ده. طب ثانيه واحده كده، ميتامورفوسيس، ميتامورفوسيس a process in which something changes completely into something very different. اي صح، ترانسفورميشن صح زي ما قلت. تمام. معنى الكلمه هي نفسها، انا ما انا راجل مش بتاع ساينس بتاع ليترشر يعني، ما عدتش عليها كتير، ممكن تكون عليها مثلا في اس اي تي مثلا في ساينس وانا ناسيها، لكن انا قلت هنا بالتاكيد دي ايه the same meaning what answer should be JS. حتى استغربت انك تمام السؤال صح؟ ما اصل ساعات بحس اللي هو لو اخترت شورتر از باتر وخلاص ممكن تبقى الكلمة دي تغير في المعنى، فعشان كده طبعا قلت اسأل. طبعا برافو عليك، برافو. وده طالب يكتب بقى نقف في الحته دي، حته مهمه جدا مهمه جدا very important يعني. يبقى مدسر وفريهان هو طالب الاكت، خد بالك انا بكررك للمره ال 20، الطالب اللي دخل الاكت وما عملش كده وبقعد يقول لك شروط الاسبيطر ومش عارف وهوفر وبؤبؤ، طالع يجيب لي 15، طب دخل المره دي 16 13 18، ليه قاعد مش عارف بيقراش اصلا؟ انت عم بيتحلش كده زي ما بيتحل كده، انت بيتحلش كده، هي دي مشكلته. طيب نقول لك 69 جايز يكون ده صعب، بيقول لي which of the فول، برضه اظن ما اظنش ان ده صعب برضه يعني، ما اظنش ده صعب. بيقول لي ما which انا of the بالنسبه فول، لي بقى يا مستر يعني بي كانت غلط استني وسي بس لغايه برضو دلوقتي، غلط. استني بس تمام. which of the following alternatives to the underlying portion would not be acceptable، يعني مش هتكون مقبوله. تعال نشوف اصلا ايه اللي الكلام ده. قال لي in the 1990s journalist nicknamed T. Dory the Bobo Immortal Jellyfish. كلام جميل جدا. ايه بقى اللي مش هيكون مقبول؟ journalist invented a nickname for T. Dory colon. كلام جميل جدا مقبول. ايه correct صح كده، يبقى هنا ايه ايه مش غلط يعني، قصدي ايه هنا not the answer يعني. قال لي هنا B journalist nick ها؟ عايز تقولي حاجة؟ يا مستر يعني انا كان قصدي على بي، هي اللي انا معترضة عليها مش ايه، فهي فعلا ايه مش الانسر، ايه ما فيهاش مشكلة. طيب انا ماشي خطوة خطوة ستيب باي ستيب معاك اهو. تمام مع حضرتك. قال لي جورنالست نيك نيمد دي تارني كولينج ات
طب هي مش تنفع ليه؟ ما دي اندبندنت كوما ديبندنت، ما تنفع، دي مش غلط صح. يعني هو بيقول نيك نيمد وبعدين يقول كولينج ات. ايه اللونج ده برضه فهماني معلش. يعني انا بقول ان هو طلع عليه اسم بعدين اقول مسمينه، ما هو كده كررها مرتين. بس وين ماشي، بس وين بنتكلم على الرولز بتاعت رولز عاوز مش عايزين رولز بانكتشويشن. طب اني هاو اني هاو انا هستبعد بي صح كده؟ قصدي انت عايز تقول بي الانسر، انا اقول ان بي الانسر صح كده؟ هكمل بس صح. انا هاجي هنا واعمل عليها كويشن مارك زي بعمل في الريدنج بالظبط صح كده؟ وهرجع لها صح. هشوف انا هي هتختار زي ما بنحل ولا لا. طب هنا قال لي هنا في دي جورنالست began calling to these، اعتقد برضه هنا دي ما فيهاش مشكله صح كده؟ لا دي ما فيهاش مشكلة. اروح اقرا سي جورنالست نيك نيم نيك، خد بالك اول حاجه لازم سي تكون هي الانسر، لازم. ازاي بي الانسر؟ هقول لك ليه. هنا بيقول لك جورنالست كوما نيك نيم كده كولن، يا شيخ هنا اصلا هي فين هنا اصلا الفيرب اللي انا احط بعديها الكولم؟ رونج جرامر. يبقى انا ممكن اقبل ان اقول له نيك نيم ديارا كوما كولينج، لكن ما اقبلش ان اقول له جورنالست نيك نيم فور كذا واعمل كولم. انا ما عنديش اندبندنت سنتنس، انا ما عنديش اندبندنت سنتنس. ها اه تمام، خد بالك من قلت لك بقى الامتحان ده مليان بلاوي، الاكت ديسك فيه لعب كتير. خد بالك انا ما بحبش درس اكت لما حضرتك بقى ايه تكون منتبه معايا كده، لانه في تريكس كتير قوي على عكس الاس اي تي، ما فيهوش الكلام الوش ده كله. اسئله الاس اي تي احنا بنحلها بمجرد النظر، الا ايه؟ بمجرد النظر من غير ما يا مستر، ما برضو الموضوع صعب قوي. يعني رايتنج السات اسهل قوي من ده، واسهل بكتير من الاي اس تي. لحظه، انا ما قلتش الاي اس تي، انا بقول ان اصعب رايدنج هو رايدنج الاي اس تي، وده أيوة. مش عايز طالب رايدنج، ده عايز طالب ريدنج. ايوه، ما انا بقول ان الـ ان الاي اس ان في مدرسه ايمان ابو علفه ستي بتحترمني جدا جدا جدا، يعني ولا تهني دكتور وليد طبعا على طول، ست محترمه جدا جدا، لان هي نفس اي درس كلامي. فانا احترمت الست دي، قلت لاول مره اشوف كده مدرسه في المجال ده هي بتفهم بصراحه. يعني برضه ولا بتاعت الزقازيق برضه من الناس اللي بيحترموني جدا، لان يعني فعلا الناس فاهمه. امتحان الاي سي تي الرايتنج اللي فيه اصعب من الاس اي تي ومن الاي سي تي من الاكت طبعا، مفيش خلاف. ها؟ يقول ايه تاني؟ ما ايوه، فهو يعني الاكت اسهل من الاي اس تي، بس في نفس الوقت الريدنج بتاعه الوقت بتاعه صعب قوي. لا مش صعب، ده كلمة صعب دي قليلة. ما بالظبط، والاي اس تي ما بيتحلش، فالسات يعتبر يعني نوعا ما اسهل منهم هما الاثنين. ايوه طبعا، لا خلاف ان احنا نطالب بحول الامتحان الاس اي تي كديجيتال فيرجن اونلاين، وان احنا مع الكلام ده 100%، وامتحان اللي هيتم تسريبه. وكمان عايز اقول لكم على حاجه برضه، انا مش هقول الكلام ده عشان عندي طلبه كتير في السعوديه، فهنخش في مشاكل كتير. امتحان السات بيتصرف في السعوديه كاملا دلوقتي، الطلبه ما دخلتش طب ليه؟ عشان خاطر الناس اللي في السعوديه جابت 1550 وغش الامتحان. ايوه، ما السعوديه والامارات بيتسرب فيهم الامتحان قبلها بيوم. طبعا ده مش قبلها بيوم، ده الصبح بس، الصبح. المهم في اسئله ثانيه. طيب طب مستر، معلش عندي سؤال في كويشن 69 ده. 69 ايه هو؟ انا لسه ففي تشويس بي هو مش نيك نيمد، ما يعتبرش فيرب. ما هي فيرب فعلا صح؟ لا حضرتك كنت قلت لي قبل كده ان هي مش فيرب، انا نيك قلت نيمد كده، از نوت. كانت جت في سنتنس قبل كده. انا عمري ما قلت كده في حياتي، زي ما قلتش نيك نيم فيرب، نيك نيم تسمى اسم حد، نيك نيم ده فيرب. انا لا مش انا، اثبتيها من حد انا غيري. مستحيل يا دكتوره، ده مش مهندس عايز لا تخش هندسه. يعني نيك نيم دي تعتبر بقول لك جورنالست نيك نيم، يعني الناس الصحفيين ادوها الاسم ده، ايه الغلط في ده؟ ما هو مين فيربال ده كده. بقول لك هنا في سي جورنالست واعمل بوزيسيفنس، خد بالك انا مشكلتي في سي ايه؟ عمل بوزيسيفنس هنا وقال لي نيك نيم، ما ينفعش نيك نيم ده يكون فيربا، يبقى ده ناون فاهماني؟
ما هو انا حليتها صح، بس انا بس عندي سؤال في نيك نيم ده. طب يا سيدي عشان ما نروحش وقتك، نيك نيم ده فيرب. تمام مستر. تعالي لحظه كده برضو نرجع تاني. دايما الراجل طبعا راجل موضوعي يعني، راجل ما عنديش مشكله ان انا اغلط واعترف بغلطي. اتذكر تقريبا مره معايا يعني فرحت جدا جدا، حليت سؤال مره غلط في سنتر وقالت لي انا قلت له فهم الاولاد قال لي ده غلط، ما ده انا حليت غلط معلش. فيعني فرحوا ان انا بقول ان عادي يعني، بقول ان نيك نيم فيرب، نيك نيم فيرب، شي واز نيك نيم ساني بيكوز اوف هير هابي نيتشر. صح حاجه بيرسون جيب اهو مظبوط، ما فيش اي مشكله مظبوط. انا عمري ما قلت كده، خد بالك مش بتاع حد تاني غيري، فما اكثر البلاوي بس يكونوا واضحين بس. تمام يا جماعه بس ركزوا على حاجه مهمه جدا جدا، متدثر متدثر لسه طيب وصغير ومش فاهمها، ان ان تدريس الدبلومه الامريكيه في مصر في اللغه الانجليزيه ما بتكلمش على الماث، الماث ما فيهوش مشاكل صفه كبيره يعني، مبني على الهبد. في اسئله ثانيه؟ في اسئله ثانيه هنا؟ لا تمام. ايوه تمام متدثر متدثر كده لسه يجيب ميه. تمام يا مستر تمام يا مستر. بتصاحبه كبير ولا ايه يا حاج؟ بتصاحبه كبير. طب مستر معلش ممكن question 72؟ معلش 72 حاضر 72 ده سؤال antecedent مظبوط كده؟ تمام. هقرا من اول sentence: scientists are still studying how T. Dury achieved its transformations. Answer is F. من غير ما كان ولا ساينس. طب ليه مش ده؟ انا بتكلم على ايه؟ تي دوري دي صح كده؟ يعني مش بتكلم على الساينتست؟ لا هم الساينتست هم اللي يتحولوا الساينتست اللي حصلوا ترانسفورميشن ولا الدي دوري دي؟ معايا؟ تي دوري دي هي اللي تتحول، هي اللي اتشيف اتس ترانسفورميشن. يعني سؤال سهل صح؟ خدي بالك بس عايز برضه اقول تاني حاجه مهمه ليك، امتحان الاكت مبني على البراكتس، مبني على البراكتس قوي 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 قوي، عشان كده قلت عملت فيديو قلت فيه الطالب ما ينفعش يخش امتحان الاكت وهو مش حايل اقل من 30 40 امتحان. طبعا في ناس فكرت ان انا بحب هارتل يعني، انا بقول لك كلام عن تجربه يعني مش من هارتل يعني. طيب في اسئله ثانيه؟ لا تمام يا مستر. طيب انا بس اتوقف 1 مينيت 1 مينيت اغلي ميه لان دماغي صداع جامد، محتاج اشرب كوبايه شاي، هجيب كوبايه شاي جنب اشربها جنبكم هنا واعملها لي ماشي كده. اكون برضه جهزتوا، عندكم اسئله في الريدنج؟ هو احنا هنعمل ايه بقى في بقيه الحصه؟ احنا معانا الريدنج وانتوا عايزين اسئله فيه مش كده، هنصير الامتحان ونحل مع بعض. في حاجه ثانيه احنا كنا حلينا اول 2 باسجز صح، وكان فاضل اخر 2. طب انتوا عندكم اسئله فيهم ولا عايزين تحلوا معايا؟ انا عندي أسئلة في الأخيرة. طيب ماشي خلاص نجهزها كده، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة أجيب المية بس.
ايه يا شباب كده معايا شبابنا؟ مع حضرتك يا مستر. طيب نجيب في الريدنج، وطبعا زي ما قلت طبعا اي اسئله في الريدنج طبعا يعني ايه يعني طبعا ما كنتش بحب اشتغل ريدنج اونلاين وهوم ورك، عارفين ليه بقى؟ طبعا ما بتعملش هوم ورك طبعا زي ما انتوا عارفين يعني، وانتوا اصلي اللي عارفين بيجوا كده يبسوني في اسئله كده وهم مش عارفين حاجه، انتوا ناس محترمين يعني. انا طبعا هنا انا خلافا لكل الناس، ما بحبش الساينس في الاكت، لكن الهيومانيتيز ما فيش عندي مشكله معاه خالص. فانا شايف ان يعني كل واحد ليه رايه، انا مش لا مستر، بالنسبة لي الهيومانيتيز صعب، بغلط فيه كتير قوي. يختلف بقى من شخص لاخر، مثلا في واحد مثلا في الهيستوري مثلا في الاس اي تي بيكرهه جدا، انا بالنسبه لي الهيستوري ده متعه، متعه نهائي متعه، كل واحد يعني ايه ليه دماغه يعني. تمام يلا عشان ما نضيعش وقت، ايه الكويشنز بقى اللي هنا؟ لا مستر، ممكن باسج 3؟ طيب حاضر عينيا، بس في اسئله ايه؟ انا هسأل سؤال رخم شوية، بس ممكن question 21؟ رخم شويه ليه؟ مش فاهم ايه اللي رخم فيه؟ مستر انا عندي مشكلة مع اي حاجة فيها main purpose of the passage او summarize the passage او اي حاجة من الحاجات دي. حلو قوي. يعني انا ببقى فاهم الباسج بس انا ما بعرفش احل السؤال. طيب انت ليه ما حضرتش معانا في البيسكس؟ ضل معانا بقى يوم الاربع، ضل معانا من خمسه لسبعه هشرح فيها البيج بيكتشر. ده اولا سؤال بيج بيكتشر، يعني ايه البيج بيكتشر الخاصه بالباسج؟ طبعا اساتذه الريدنج في العالم كانوا بيقولوا لنا دايما ان احنا لازم نقرا اماكن معينه في الباسج، بحيث ان عايز احل السؤال ده بالاول. الناس اللي علمتنا بقى الاس اي تي كانوا يقولوا لنا اقرا اول تو باراجرافز، بعد كده اقرا لي كل تو سنتنسز من كل باراجراف، بعد كده اقرا الكونكلوجن لو كبير لو صغيره، لو جزء كبير اقرا اخر فايف لاينز منها. تعال نطبق الكلام ده ونشوف نحل السؤال ده ازاي. اقرا طبعا اول باراجراف، تو فانز اوف ذا ستيبل سيجرز ان ذا سيكستيز قال لي sorry the relative anonymity of Mavis Staples was puzzling with an improbably deep voice bursting out of the diminutive 5-foot frame. She projected the deepest commitment to whatever she was singing, losing herself in every word as though reliving a critical moment in her personal story. تمام. And yet she still was not marquee name like Aretha Franklin, Gladys Knight, Diana Ross, عادل بؤبؤ، دستي مش عارف كرابانتس، اي حد من الاسماء الافضل دي. قال لي Mavis enjoyed singing with her name, with family, and preferred to melt into the group even when her father brought her out in front to sing lead after her brother's previous voice changed in 50s. She did so reluctantly. I loved singing those baritone harmonies. I always thought that she was the best job you could have, Mavis said. She also felt a certain comfort being guided by her father, who had essentially taught her how and what to sing. الاب بيتكلم بقى خد بالك هي عامله ازاي ومش مشهوره زي الثانيه، وابوها كان عنده مشكله في صوته وابوها ده اللي غير لها حياتها. طب انا عرفت القصه دي خلاص. Not only that Bob's idiosyncratic guitar style made it difficult Mavis to easily adapt to a different. انا بكره الباسز والله بتاعت الاكت دي كلها موسيقى مرتله. قال لي But I'll Bell never forgot the day in Arkansas when the teenage Mavis voice bowed him over and left him in the tears. But Mavis was hardly insulated from the pop world as fan listener. She soon over Sam Cooker, you shoot me, you send me. طيب هروح كده introduce the bell as and I think is wrong. الراجل مش بيعمل introducing the bell صح كده؟ صح كده؟
طيب هقرا كده بي. Compare Mavis Staples to other famous female. مش المين ثيم ان واحد قالها كده في السكند باراجراف بس في الفيرست باراجراف، لكن هي مش ماركيه، مش علامه مميزه زيهم يعني، فبرضه مش ده المين ثيم. لكن بيقول لي بعد كده غير الكلام خالص وقال لي دي هي ده هو ابوها علمها واخوها صوته ضاع وهي بقت ايه بتغني ومش عارف بتحب القصه دي. قال لي present a theory. Answer is D. Describe Mavis Staples' transition from a quarter singer to solo artist. صح كده؟ يعني بيقول لك ان هي اتغيرت وصوتها اتغير وغيرت اسلوبها بعد اخوها. I think answer should be D. طيب مستر، قال بس concerning the question عامة لما بيبقى فيه main purpose او حاجة. Teachers كانوا بيقولوا لي ان انا اقرا first paragraph و last paragraph في الباسج، ساعتها اقدر اطلع main purpose. غلط. أكبر غلط. وفي الاكت ما ينفعش، ما تزعليش. هفرض الوقت ان انا تنفذت كلام المدرسين دول، هل كلهم قالوا كده؟ لا مش كلهم. حلو قوي. وانت معلش اسف سؤال بس دراماتيكي، وانت خدت مع كام مدرس انجلش وكام مدرس اكت؟ يعني برضه سؤال دراماتيكي يعني بيطرح نفسه. انا ما خدتش غير اكت مستر، انا ما خدتش اي اس تي، انا خدت يعني حضرتك رابع حد اخد معاه. يا ابو عزلة يعني خدت احمد ابو زيد ووائل ده في واحد تلاقيت معاهم تاني معرفوش ايه قنديل عليا؟ مستر ابو زيد وايه قنديل وحد اسمه مستر وائل وحضرتك. طب حلو قوي. دلوقتي انا لو جيت قريت طبقت كلام الناس ده ورحت قريت الباراجراف ده صح كده؟ وقريت الباراجراف ده والله العظيم انا هقعد طعميه. حل ازاي يعني؟ ما انا فعلا كنت بحل لما كنت بحل بالتكنيك بتاعهم كنت بجيب 3 من 10 في الباسج. ده جاي بدي اسطوره، احنا المفروض كده يعني نكرمك نيجي عند مدير النافوره في المقطم ونحط صور بقى هناك، بس ما ينفعش عشان غلط صح كده؟ يا دكتوره ازاي نعمل كده اصلا؟ انا اصلا قريت الكلام ده اصلا مش عارف، انا لازم اقرا الباسج بسرعه اعمل لها سكيمنج زي ما انا بعمل كده. ما فيش حل، احنا درسنا الموضوع ده من كل الاول. درسناه من كل الاوجه، ما فيش حل غير انا قلته ده. اي اختراع تاني غلط، لان هتحل غلط. مش اسف، مش انا اختراعات يعني، ده كلام اساسي اتقال في العالم يعني. وانا راجل بعجن، انا عمري ما اعجن وعمري ما اعمل سؤال، عمري لا اعجن ولا عمري اعمل سؤال، لان انا راجل مؤمن جدا بالعلم، والعلم مش ممكن يكون كده. لازم الاول ارجع للاصول واشوف الناس الاساتذه الكبار قالوا ايه. يا اساتذه كبار مش ناس بيعبيط صح كده؟ مش ناس قاعدين بيلفوا على العتله وويفر وبينج والكلام العبط ده. ناس قوي لا، لازم نقرا الباسج لازم. قال لك مفيش حل. يعني مستر مس ايه قنديل، هي ما كانتش مس ايه قنديل بتدي ريدنج، كانت بنتها هي كانت اصلا عليها بتقول آية. ها؟ ايه؟ قلت عليها مستر؟ ايه مالها؟ كانت بتقول لي ان انا ما تقول ان احنا ما نقراش اصلا الباسج، ان احنا غلط نقرا الباسج. غلط نقرا الباسج في الاكت؟ انها اتس ا ويست اوف تايم، واحنا نخش على الكويستشنز على طول وناخد من كل كويستشن كي وورد نروح ندور عليها في الباسج. طيب انت عارف انا عملت كده مره، تعرف انا عملت كده مره بس عشان اجرب التجربه دي. انت عارف الباسج انا ما خلصتش حتى نصها وما حلتش صح. ما تزعليش بقى، مش حل صح طبعا، حل غلط. قول ده هري، دي ناس مش عارفه. انا بقول الكلام ده للناس، كنت بفكرني بحقد على الناس والعياذ بالله. بقول الناس دي مش عارفه هي بتدرس ايه، والله العظيم بيقول كده مش عارف هو بيدرس ايه. انا يا ابني لو عملت كده مش هحل صح، وادي كده السكرات اللي عندك وده بس عشان ما نضيعش وقت. بصراحه يعني انا بصراحه الموضوع كان بدا يزهقني قوي، انا بقالي كتير قوي في الموضوع الانجليش ده. انا مش هعرف اجيب. جبتي على سكور كام في الاكت ده؟ معلش ما دخلتي. ما جبتش حلو مثلا، يعني جبت 22. وفي الماث؟ لا في الماث كنت جايبه 27. طب كويس، تمام. وانت دخلت الحته قبل كده يا تسنيم؟ لا دي اول تراي لي. طيب ماشي. طيب ايه الاسئله بس عشان انت نحل بقى امتحان جديد عشان ما نضيعش وقت؟ ايه الاسئله؟ انا عايز 24 بس. عايز 34؟ 24 حاضر. طب ما 24 ده سؤال سبيسيفيك ويندو يا دكتور مدثر. تعال نقرا مع بعض هنا. بيقول لي ذا مين بيربز ذا سيت باراجراف. ده سؤال اسمه سؤال فانكشن، هتاخده في توبيك 8 في اريكا 26 34.
Not only that, يعني مجرد كده. Bob's idiosyncratic guitar style made it difficult for Mavis to easily adapt to a different context. يعني نوع ده من الجيتار ده خلى الموضوع صعب بالنسبة لمافيس إن هي تتوافق مع إيه؟ مع الـ different context دي. So too was the unspoken communication between Mavis and her siblings. يعني whatever it is. The way they harmonized with her, even the way they clapped hands together. حتى بيسقفوا مع بعض. A high-speed ripple that approximated an entire percussion section by itself. I have been singing a long time, Mavis says, and I could never find anyone to clap like Burvis and Gleedy. أنا عمري ما شفت أي حد بيسقف زي بيرفيس وجليدي. إيه دماغ الجردن. Clarify how each member of the stable singers contributed to creating the group unique sound. Shows that change was difficult for Mavis Staples because her musical connection with her family. لو ايه الخبات بيتكلم على connection مع ايه؟ مع الفاميلي ولا قال لك عشان حاجه ثانيه؟ لا حاجه ثانيه. Explain that Pop's stables chose the songs is دي غلط. وما قالش ان هم اختاروا اغاني معينه صح كده؟ Describe the performance style of the stable singers. Not only the Pops and Dusty guitars different to us, just the unspoken communication between members and siblings, the way. So too was the unspoken communication between Mavis and her siblings, the way they harmonized with her. Is it توافقوا معاه؟ ده ايه رئيس؟ يبقى اول حاجه بقى برضه هشيل ايه؟ هشيل ايه؟ بيقول لي a group unique ما هوش a group unique sound غلط. ده اللي معلم عليه. Answer ايه؟ G. بيقول لي show that change was difficult for Mavis Staples do the Staples D because of her musical connection with her family. When you can feel مشكلة في harmonizing. صح؟ مظبوط يا صعب. لا تمام. طيب. ايه الأسئلة تبع السنين؟ كنت عايزة سؤال 33. Weaker plants are able to tap into this network too, like hedgehackers on a nutritional superhighway. Young seedlings struggling to grow in the shadow of established trees tap into the larger, older trees' fungal network to improve their nutritional uptake. This network exists to benefit not only established trees and seedlings of the same species, but also trees from different species and at different stages of development. So one multitasking fungus is hyphae attached to the roots of multiple trees in the forest can simultaneously and at the same time provide a different nutritional load as needed to different trees. It's a culture service. A networks of fungi benefit different species of trees, various levels of development. Young seedlings typically tap into the roots of trees that are the same species as the seedlings. Established trees genetically alter. لا, I think he is wrong. الراجل ما قاليش genetically alter. دي صح كده؟ مش ده مين idea. صح. Different species of trees can be identified based on the برضه غلط. مش identified
لازم اشيل تي، يبقى كده احتار بين ايه وبي، صح كده؟ ارجع بقى انا عايز اسال نفسي سؤال، the main idea was the networks ولا was the young seedlings؟ I think answer is A. The main idea was the networks. انت معايا مش معايا؟ وانا اخترتها ايه فعلا، بس مش عارفه اتلخبطت ما بينها وما بين بي. وهنا الراجل بيقول لي weaker plants are able to tap into this network too, like hitchhikers and magicians of halfway. Young seedlings struggle to grow in the shadow of the established trees up into larger older trees fungal network, network 10, to improve their nutritional uptake. This network repeats near what I repeat is the answer. This is secret بتاع من secret SAT. What I repeat is the answer. And I put it network, network, network. Answer must be network. تمام. دي برضو من الحاجات اللي ممكن تخليني احل بسرعه، بس برضو زي ما قالت فريهان لازم اقرا الباسج، حته بقى ان انا اقرا كده اخد سكيم مش هخلص يا حاج ولا احل صح. وانا كده مثلا في سؤال زي ده مثلا معلش 34 قال لي the author used a metaphor of an express stopping subway system in order to. طب انا عايز اسالك سؤال بقى يا حاج، انت هتجيب حاجه من بسج ازاي كده بعد اذن سيادتك كده؟ ها؟ حد يقول لي بقى نوع حاجه بقى ازاي كده؟ ده انا هقعد الف وادور عليه. طب على فكره اقول لك حاجه، حاجه مش تصدقها، ده ممكن والله سؤال زي كده ياخد منك ال 9 minutes، تقعد تدور وتشقلب وتقرا هنا، لا ده دي ده مش دي، صباح الفل انت هتخلص. صح ولا غلط؟ صح. طب ايه الاسئله الثانيه؟ مستر انا عندي question 35. 35 قول لي ايه ذا باسج. خدوا بالكم برضه في حاجه مهمه جدا جدا، الناس مش واخده منها بيدرسوا الكلام ده، والله حاجه تزعل. ان امتحان الاس اي تي والاي سي تي موضوع الايفيدنس، اسئله الايفيدنس دي اللي بين 20 تايمز الاي سي تي و 18 تايمز الاي سي تي الاس اي تي، بيخليني اقرا حوالي من الباسج ابوت 34 دي لاينز. عارفين يعني ايه تقرا 34 دي لاينز؟ تقرا 30 لاينز يعني خلاص هضمت الباسج يا حاج كونسونت. طيب انما هنا راجل ممكن يجي لي اسئله زي كده، لما خد بالك ما اقراش كلمه واحده. هنا بيقول لي in the passage the relationship between yeast and the human body is cited as an example of. السؤال ده بيكون clear جدا في الباسج وواضح جدا، مشكلتي ان اجد اليست الخميره والهيومن بودي بس كده. لازم ابدا، كنت بقى قريت الباسج بسرعه هجيبها، طب انا ما قريتهاش، لا يا ريس بقى لازم اعمل سكيمنج بقى. شوف ده انا بقى فرضا بقى ان انا خدوا بالكم ما قريتش الباسج، صح كده؟ انا هفتكر منين؟ ده من ربع مستحيلات. واجيبها ازاي؟ There are a number of fungi that have a relationship in which it interest occurs. I plan to try to do this. I think we should put on the main idea of the number of fungi. Yes, yes, yeah. The host any good or any harm either. The reason of the edge of some yeast in our body, for example, is unknown. And maybe commensal, but mycorrhizal fungi are the princes of botulism. Fungi cannot make their own food, said Gary Lynch. So they made a strategic choice to team up with plants. For example, is unknown and maybe commensal. Definite commensal relationship ولا possible commensal relationship ولا definite mutual relationship ولا لازم تشيل دي وسي، صح كده؟ مظبوط كده؟ الراجل كان بيتكلم على commensal، صح كده؟ الراجل بيقول لي قبليها بيقول لي unknown، صح كده؟ unknown مظبوط كده؟ unknown and maybe لما اقول لك maybe، طب ما ده سؤال سهل يا دكتور، maybe دي معناها definite ولا possible؟ definite maybe definite
بقول لك ربما ده يحصل، يبقى كده راجل محدد. مش possible يعني، ممكن انها حاجه ايوه ممكن انها تحصل. طيب يا ابي امي، ممكن ربما تحصل، يبقى ممكن تحصل. لا يا مستر، هي مش possible هنا، قصدها ان هي انها تحصل، ان هي تنفع تحصل، مش انها ممكن طيب possible ما انها معنى الكلام تنفع. بقول لك مي بي كومنسال، يعني possible، ممكن ربما، لكن لازم تكون ايه، كومبليتلي انكوريكت، لان ديفينيت دي معناها ايه؟ ديفينيت دي حاجه محدده مقرره، صح كده؟ انا بقول لك مي بي ممكن. كمان حاجه انا لحظه بس، انا كمان قبلها بقول لك انون، ركزي معايا، انون، وبقول لك اند، يعني بكمل على الكلام، مش ممكن تكون ديفينيت برضه. تمام. لو بقول لك unknown، حاجة مش معروفة، ازاي اقول لك definite؟ صح كده؟ ولا صعب ولا مش هماني؟ انا خايف تقول مش لا كمان هماني. ربطها بين possible و definite، علشان انا جه في بالي ان possible هنا قصده ان هي حاجة خلاص هتحصل، يعني ممكن انها تحصل. يعني انا مش قادرة اشرح لحضرتك اللي كان جاي في دماغي وانا بقرأ ال sentence، عشان كده كنت محتارة بين يعني A و B، فأنا عملتها A الصراحة. لا، انا حتى لما اجي اقول لك maybe، يعني ربما، صح كده؟ ممكن يبقى possible، مستحيل تكون definite. اوكي انا بقول لك العمليه مش سهله، عمليه عايزه حل كتير. كمان في برضو مشكله بتواجه طلبه كتير في الاكل، مش عارف انتوا بتعملوها ولا لا. مدرس قال لي بصراحه يا مستر وليد انا مش عارفها، قلت له لازم وانت بتحل تكون بتحل ايه؟ ها؟ تايم. انت دلوقتي والدك البازل دي وانت قعدت تقراها، ما تحلها كلها صح، صح؟ فعلا. لكن لما يديك تايم، طب ما تتحل ازاي؟ ولا غلط؟ لا صح. قصه كبيره دي. ارد على الناس دي كلها ازاي؟ عامل لازم وخايف رحله. كل واحد عايز يكلمني معاك في نقعد ارغي معاه، ده انتوا وش ده؟ طب ايه الاسئله التانيه يا شباب؟ ممكن question 40. حاضر. Which of the following statement, if true, would most weaken the claim made by the author in lines 83, 86 of the passage? تعالوا نروح ل 83, 86 في الباسج. بالراحه. You would see that underneath the forest top there is a layer of mucosal mycelium running between on and in the roots of plants. It's like a stratum of life between the top and the soil that holds water and nutrients in the ground. And when that the stratum is disrupted or not present, plants suffer. يعني يكون في مشكلة النبات، النبات بيعاني. In fact, ecosystems with inadequate mycorrhizal fungi can experience catastrophic losses of plant biomass. يعني عدم وجود الحاجات الكافي هيسبب لنا ايه؟ يعني ايه خسارة ايه؟ كارثية. Catastrophic. And over a 3 year span, two forests with different three types increase the amount of mycorrhizal mycelium at the same rate. They body losses, I will increase. All over. ده اللي بيقول لي if true would most weaken the claim by the author. يعني هيضعف الدعاء. Over a 3 year span, two forests with the same amount of mycorrhizal mycelium both lost the majority of their plant biomass. During a given year, after the majority of mycorrhizal mycelium dies in the forest, the plants in the forest
flourish. Answer is H. During a given year, after the majority of mycorrhizal mycelium died in the forest, the plants in the forest suffer. ده اللي هيظهر في الكلام بتاعه مش دي مش جي اسف. Answer is H. تعال نرجع تاني. نهتم بنهاية الكلام سهل جدا جدا. قال لي in fact بقول لك دايما في reading transition words is important. Transition words are important. تقول لي بس ما سمعتش كده لحد قبل كده. الكلام ده في الرايتنج ده اهم. هو الرايتنج مهم في الريدنج يا ان فاكت يعني بياكد على حاجه. ecosystems with inadequate mycorrhizal fungi يعني يكون فيها الفطريات دي مش هتكون كافيه. can experience catastrophic losses of plant. طب لما تكون كافيه هيحصل ايه؟ ويجي بقى الكلام ده اقول له ايه؟ the majority dies in the forest, the plants in the flourish. Forest flourish ده ليه في الكلام يبقى زي H صح؟ تمام فعلا. اي خدمه. طيب نروح دلوقتي بعت لكم امتحانين بس عشان ما نقعدش بس نحرق امتحانات. هات في امتحان في مدن ما حددوش نشتغل فيه. ارجع بس امتحان بعد اذنكم كده اروح للامتحان اللي بعت لكم ثانيه واحده. كان في اللي هو بتاع ديسمبر ده كنت حليته بس احنا ما صححناهوش. ديسمبر كام؟ هو ده ديسمبر ده. ثواني هشوف اسمه ايه. طب شوفي كده بعد اذنك قولي اي واحد عشان انا بس اروح لمهم اقول لك انت تسليم اهو تسليم سعد اهو بتاع التسليم عندي. تسليم اللي هو زي 15 زي اللي هو ابريل 2019 صح كده؟ لا لا هو كان ديسمبر 2020 يعني مخلصينه كل ده دكتوره انت ناسي. لا لا زي ديسمبر ابريل 2019 كان في واحد احنا ما عملناهوش. في اثنين بعتهم لكم انتوا ما اشتغلتوش فيهم. في واحد عملنا جزء منه اللي هو جولاي 2020 اكت فورم سي او 1 ده احنا خلصنا جزء كبير منه. وفي امتحان تاني احنا ما اشتغلناش خالص اللي هو ابريل 2019 صح. ده هو ده ابريل 2019 دي احنا ما عملناهوش. محضر تشتغل فيه الوقت ده يا سنين؟ لا اشتغلته فممكن نصححه. طيب ماشي. طيب ثانية واحدة بس هشيره عندي وثانية واحدة انت بقى تقولي لي الأسئلة الصعبة وهم ايه هندي فرصة للمدسر وللدكتور قصدي البشمهندسه فريهان. هو انتم مدسر رايحين فين يا فريهان؟ رايحين في انهي كليه؟ رايحين هندسه عارف بس قصدي رايحين هندسه فين بره يعني؟ هو بصراحه مستر حسب السكور بس يعني ان شاء الله نقدر نسافر. انا فاهم انتوا قصدي في انهي دوله؟ انتوا بتخططوا تروحوا فين؟ امريكا؟ ممكن انجلند. طب هي انجلترا بتطلب الاكت؟ تاخد الاكت تعرف انك تاخد اس اي دي. ما هو السات والاكت عادي مسموح هناك. والله كويس. وانتوا رايحين فين في انجلترا؟ هتروحوا فين في انجلترا؟ انا كنت هسافر انجلترا الشهر الجاي، كنت هسافر انجلترا في اول 11. هو بقول لنا حاجه عنها بس مش عارفين اي حاجه الصراحه. لا ما انا مش ما غيرت مش هسافر للاسف. بس انجلترا اصل انجلترا في كتير ما بتحبش انجلترا يعني. انا بحب انجلترا قوي. انت لو سافرت مستر انجلترا هتروح فين؟ انا كنت اروح اسكتلندا. انا بحب انا بعشق اسكتلندا مجنون باسكتلندا اصلا. بحب اسكتلندا قوي حلو قوي. طب ما تروح يونايتد؟ ها يونايتد 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 نعرف ان هي حلوه هناك. مانشستر يعني مانشستر 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 مش في اسكتلندا. مانشستر في انجلترا. هي في انجلترا. هي في انجلترا نفسها. لا انا بحب مانشستر مدينه صناعيه وجع دماغ يعني. وبرضه ما بحبش ليفربول. طب يلا نحل يا شباب اجزاء امتحان اهو صح كده ولا غلطان؟ مستر انا حلاه. طب كويس قوي. هل تحبوا ان احنا نعمل يعني نشوف الاسئله الصعبه اللي فيه؟ يا ريت. طيب ماشي يا مستر. الامتحان ده اول 3 passages يعني كانوا معقولين جدا وكويسين، بعديها اخر 2 passages يعني كانوا صعبين. طيب
طب معلش، ما بس ده نادر يعني، برضه مش بيكرر كتير القصه دي. هو فعلا اول 3 passages فعلا كانوا سهلين، المستيكس اللي عندي فيهم ما كانوش كتير. حلو. مين ده؟ في أسئلة صعبة يا شباب. مستر ممكن question 11؟ حاضر. ممكن 8؟ حاضر. أول إيه برضه، خد بالك ده سؤال، سؤالي vocabulary صح؟ طيب ايه هنا بيقول لي additionally cable cars made money for the city by commending tourism ولا I think encouraging tourism صح؟ ايوه انا عملتها كده بس كنت يعني متلخبطه فيها شوي. ليه طيب؟ مش بيشجع السياحه كده؟ ايه؟ ما كده صح، بشجع السياحه encouraging tourism. بس حسيت يعني مش عارفه، حسيت كلمه encouraging يعني مش عارفه، حسيتها ما تنفعش بس انا اخترتها يعني، حسيتها تريك. هو اختارها ايه؟ هو اختارها جي فعلا. Additionally cable cars made money for the city by مش هقول له برضه reassuring tourism، ويقول له برضه sanctioning. ازاي يقول له sanctioning tourism؟ عشان كده زياده عقوبات. انسى جي سهل صح؟ او صح. نروح لكوشن نمبر 11. يقول هنا كالسمان رلايز ذات ذا بيست واي تو بروتكت ذا كيبل كورز وود بي تو باس ان امندمنت، يعني تعديل كده قانون، تو ذا سيتي تشارتر and the city would be required well a charter and amendment would require the city. طبعا اول واحده غلط هي دي، لانه عمل independent comma independent صح كده with a vague pronoun. فانا هشيل دي كده خلاص مع السلامه. اما ده سؤال سهل برضه اقول له answer is C charter that would require the city. correct clear concise. ايه المشكلة في السؤال؟ طب هي ليه مش A؟ ليه مش A؟ هقول له to the city charter and the city would be required. طب ما انا كده عملت، انا كده عملت مش عملت redundancy؟ عشان عدة the city يعني. انا قلت برضه هنا the city اخر that would require the city to retain them. خد بالك برضه هنا، انا هنا في بسي انا بقول لي to retain them. بقول لي retain يعني keep. retain يعني ايه؟ يعني keep. انا لما اجي اقول له هنا to pass an amendment to the city it short and the city would be required. انا المفروض كنت احط كومه. كنت احط ايه؟ احط كومه. خد بالك ان الراجل في امتحان الاكت منضبط جدا 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 مع موضوع البانكتويشن. دول 7 رولز بنقول. اوكي صح. اندبندنت كوما فان بويز اندبندنت. تمام مستر. اوكي ايه الاسئله الثانيه؟
ممكن question 20. في حاجة بتقول في مدثر، مدثر على فكرة أنا شايف مدثر ما بيذاكرش خالص، مدثر. أيوة يا مستر. أنت ناوي تخش امتحان يا حاج ولا ناوي تعمل إيه؟ هو أنا ما حلتش أنا الامتحان ده. ليه؟ لا ما حلتش غير بتاع الهومر بس. يا حاج ما ده كان هم يا حاج، سيبك بقى من الدلع ده بقى، سيبك من مصطفى أشرف وسيف رياض والشلة دي. عايزين أنت فاهمني؟ عايزين نروح الجدالة يا عم. انت فاكر ان الجدال بيقابل اي سي دي؟ ده ما كانش حد غالب صح؟ ده بيخش يغش جوه يا عم. انت تعرف انت عارف الجدال دي كلها غش ولا مش عارف؟ والله ده حاجه تضحك. طب 20 قال لي which of the following placement for the underlying portion would most clearly support the definition of ringing short. هقرا تاني معلش. Which of the following placements for the underlying portion would most clearly support the definition of ringing word? Hence the term overtone, where it's now. Produced when all four voices perfectly combine to create the impression. Hence the term overtone. If it's wrong, it's wrong. After the word combine. قبلت من أصعب الأسئلة بالأكت. بعد سؤال الفوكاب ده سؤال تاني تاني تاني. إن هو سؤالين بس صعبين في بتاعي. الفوكاب والسؤال بتاع الإيه؟ الكلمة دي أحطها فين؟ يعني ما بيجيش في أسئلة كده. After the word combine. Combine, hence the term overtone, wrong. After the word rest and before the comma. Rest of a fifth note rising above the rest, hence the term, answer is H. Now, after the word it should. Oh. هنا بيقول لي which of the following placements for فكرتني بقى اسم مهند هنتراوش العجيش حاسس الواد ده for the underlying portion would most clearly support the definition of ringing short. حلو قوي. سؤال صعب برضه. Produced when all four voices perfectly combined to create the impression of a fifth note rising above the rest. Hence, من ثم بقى the term overtone. Okay, بقول لي. Okay, بقول لي بعدها هنا ايه؟ The ringing short is an acoustic phenomenon. يعني دي ظاهرة صوتية كده. حلو كده؟ يبقى كده لازم أحطها هنا بقى أهو. الحتة دي. وبعد كده أقول له the ringing short is كذا. مش هينفع أحطها هنا وهنا. Ringing short, hence the term overtone. غلط. هو هياكلها اللي هيحلها غلط يبقى أكلها. أكلها إزاي؟ هو عشان بالسؤال قال لي رينج شورت بيقول لك غلط من العمليه بتاعهم مش بالتفاهه دي كده اولا يعني سؤال مش هيجي تافه قوي كده سؤال صعب مش هيجي بالتفاهه دي نقطه النقطه الثانيه هو انا لما احطها هنا كده انا ما فهمتش حاجه ذا رينج شورت هقول له ايه hence the term overtone is an acoustic انا ما بلاش اكسبلينشن كده هنا فاهمه تمام يا مستر اوكي انا عايز كده انا بقول ده ابو كده بحسه مش فاهمني قوي بس هو بس مستر المشكله في الاسئله دي ان انا فعلا ببقى متلخبطه احط فين الكلمه ببقى شايفه ان كلهم ينفعوا ممكن او مثلا واحده او اتنين لا بس بعد كده ببقى اتلخبط مثلا ما بين تو تشويس اطلب من بين تلاته حاجه خد بالك من حاجه برضه دول كلمه حلوه احب اوضحها لك باسلوب افضل يعني اسلوب اوقع للناس ان ده مش سؤال جرامر ولا رولز هو لك اعملي كذا سؤال مينينج يعني ده مش سؤال مش جرامر ولا بانكتويشن قلت كوما مش فاهماني ده سؤال مينينج اوكي صح صح كان بقى جاي طالب اسمه مهند فكان كل ما يحل سؤال اقول له انت اخترت كذا والصح كذا قلت له انت عرفت اخترت منين قلت له انت جاي من عندي كان جاي من عند رندا بعد ايه قعد معاه حوالي سنه اقول له بيقول لك اختار دي يقول لي اه صح قلت له ده غلط اي خدمه واختار دي غلط اي خدمه يا عم طب انت قبل ما تجاوب بيقول لك انت جاوبت غلط ايه الواد نزل معايا 70 درجة. ايه؟
ايه الاسئله التانيه؟ طب يا شباب ايه الاسئله التانيه يا تسنيم؟ ما تقول لي كده حليت اهو تسنيم. ايه تسنيم فين؟ تسنيم مشيت؟ تسنيم هربت ولا ايه؟ دكتوره تسنيم دكتوره فريهان مش سامعني ولا ايه؟ سامعينك يا مستر. استاذ بدا عليكم ما حدش بيرد. طب ايه الاسئله التانيه دول عشان ننجز؟ طيب طيب ممكن question 32؟ 32؟ مين تسليم راحت فين؟ Given that all the following parenthetical phrases are accurate, which one if added here would provide the most relevant information at this point in the essay. طب اقرا قبلها كده. Who in 2012 is creating his delicate work at the foot of Union Square staircase attracts attention. He is a self-described master paper portrait cutter, transforming the centuries old traditional Chinese art of paper cutting. The centuries old traditional Chinese art of paper cutting by focusing on an untraditional subject. It's the human face. Though he also teaches calligraphy at the New York Chinese Cultural Center. He claims that the noise of the subway does not bother him, which usually depicts animals and flowers. The answer is H. مش راجل بيقول لي all the traditional Chinese art of paper cutting. ايه بقى الحاجه اللي ينفع تيجي بعديها؟ اقول له which usually depicts يعني برسم كده depict، ودي واحده من اهم 10 كلمات في تاريخ الـ SAT depict animals and flowers. مش انا بعمل paper cutting؟ انت مش سامعني ولا ايه؟ حضرتك تمام، بس هو انا عملتها جاي. تعمل لها هو كان بيتكلم على التولز، انا يعني جه في بالي ان هو بقى paper cutting وكل حاجات دي. انا ما كملتش جاي صح. An art that requires few tools. طب انت جبت few tools دي منين؟ ما انا جه في بالي بقى ال art of paper cutting. ما انا برضه خد بالك عايز نصيحه بس انت السيكونس. لما تحطي حاجه تقولي انت جبتها منين؟ لما اجي مثلا اتكلم على شخص على مكان على اي حاجه اقول لنفسي وانا جبت الحته دي منين؟ احنا دايما بنقول للطالب الناس يا دكتوره تسنيم ويا باشمهندسه فريهان ويا باشمهندس مدثر. بنقول الطلبه اللي جابوا 1580 في امتحان الاس اي تي بنقول انتوا ازاي جبتوا 1580؟ قالوا حاجتين. I must be a strong reader. لازم اكون strong reader. ده اول حاجه اتعلمتها في حياتي. إذا كنت strong read أقرأ بسرعة أفهم يا أهم حاجة. Second thing يعني every answer each answer must be exist in the passage. أي حاجة لازم تكون موجودة في الباسج. أنت هنا بتقول لي few tools جبتها منين few tools دي؟ لكن أنا لما أقول لك depicts animals and flowers لما ده اللي بيعملوا البيبر كاتنج. طب أنا مستر لو أنا مش strong reader يعني أنا واحدة أنا والله حاولت وجبت الكتب وحاولت أقرأ بس أنا فعلا ما بحبش أقرأ. بحس إن أنا بزهق. لا ما عايز ازهق لما اقرا كتاب واقراه عايز ازهق. يا باشمهندسه فريهان انت مركزك ايه في البوك الكيب مركزك ايه في الكيك بوكسنج مركزك ايه؟ انا واخده ذهبي بقى ميداليات ذهبيه في البطوله اللي فاتت. انا بس صوت هزار وانت فاتي جد واصلا مفيش مركز اصلا في صنع العاب ولا في حاجه انا بهزر معاكي يا دكتوره. دكتوره فريهان ما ينفعش واحد بيكره الريدنج ما ينفعش وقول له بقى سترونج ريدر ده يعني ايه؟ اقول لك زي مثلا كيك بوكسنج كده واحد زي عادي مثلا راجل مش بتاع العاب عنف اروح اقول لك انا هبقى راجل بطل العالم في كيك بوكسنج تقول لي يا عم انت اصلا عمرك ما ضربت حد عمرك ما اتخانقت مع حد كده يعني ما يعني في حاجه اسمها بديهيات يعني ما ينفعش ولا غلط؟ طب ما انا يعني طب ما انا اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ يعني انا مثلا بحاول انا اللي انا اقدر اعمله انا مثلا اجيب فوكاب واقعد احفظه. لا البوكاب طبعا مفيد جدا البوكاب هو الاساس لكن البوكاب مش البوكاب طبعا بيساعدني ان اكون سترونج ليدر طبعا ما فيش شك
لكن مش هو ده اللي هيخليني برضه سترونج ليدر. يعني ايه؟ مش ده الحل الوحيد، لازم اكون اقرا بسرعه افهم. والفكره ان هو برضه مأثر معايا في كتابه الرايتنج، لما اجي اكتب اساي او اي حاجه من الحاجات دي مأثر معايا برضه. انا بعت لك ال1000 كلمه المفروض تحفظيهم عشان تعرف تجيب اي اسي كويس. لا حضرتك ما بعتليش 1000 كلمه. انا بعت لهم متاثر على تليفون ماما، بعت لهم موجود عند ماما. لو حفظت ال1000 كلمه دي هيساعدوكوا كتير قوي 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 قوي. تمام مستر اوكي. طبعا متاثر قال طبعا انا حفظتهم ولا فتحتهم ولا اكلتهم ولا شربتهم. دي منك يا جابا، دي منك يا حجنا. مصطفى اشرف بدا يحفظ كلمات، هو مصطفى اشرف صاحب النوم وبدا يحفظ كلمات. مصطفى اشرف؟ مصطفى بنفسه؟ ومصطفى مستواه في المدرسه عندكم؟ مستواه عامل ازاي في المدرسه؟ يعني تعبان قوي كده؟ طيب ربنا يسترها. بس لو حضرتك تعرف حد من جريد 12؟ اعرف حد فين؟ من جريد 12. من جريد 12؟ كان عندي محمد وليد. محمد وليد لسه موجود ولا مشي؟ محمد وليد؟ لا ما عندناش. مشي خلص محمد وليد خلص. كان عندي من 3 سنين اخته كان اسمها، لكن انتوا عارفينها، اخته كانت اشطر طالبه عندكم في المدرسه. اخته اسمها الاء وليد، دخلت معايا هندسه عين شمس. الاء وليد؟ لا من 2 أو 3 سنين. ما كنت فاكر الاسم ده بس مش فاكر كان مين، بس انا سمعت الاسم ده قبل كده. هما الاثنين اخوات، الاء ومحمد وليد اخوات. طب مستر حضرتك حد تعرف حد اسمه محمد هشام؟ محمد هشام؟ او ياسمين هشام؟ اشمعنى؟ مش فاكر جايز بالتاكيد مر عليا ومش فاكر، ممكن يكون مر عليا قال لي حاجه عليا يعني؟ ايه مستر؟ قال ايه عليا محمد هشام؟ لا هو ما قالش حاجه لحضرتك، بس انا بسال عدى على حضرتك حد زي ده؟ اسم مش غريب عليا، بس لكن عندي محمد هشام كتير برضه. عندي محمد هشام كتير. اوكي. هو اسم كتير الصراحه. اسم كتير. لا بس في كان في حد ولي امر عندكم تقريبا ابن اسمه محمد هشام، وكانت كلمتي من حوالي سنه او سنتين بس ما جاليش. اللي هو ده؟ لا مش ده، لا ما جاليش يعني. ما هو هم يعتبروا السينيورز او بتوع كورونا، بتوع فتره كورونا. ايوه فاهم. بس انا مش متذكر في حد قال عليا حاجه في المدرسه عندكم؟ لا هو ما حدش قال على حضرتك حاجه. بالنسبه للي عندي في المدرسه، عندي في الفصل يعني بيقولوا ان حضرتك 10 على 10. الله يخليك. هم مدينه على 10. هم بس عشان طيبين بس يعني. انا عارف محترمه. طيب اصلا تقريبا الفصل بتاعي كله بياخد عند حضرتك بس. معظم الناس عندكم عندي. يلا ربنا يكرمك. مصطفى ومحمد احمد وسيف ومحمد عمرو وشفاء وفيروز. بس شفاء سابقني من زمان. كلهم. طب يلا بس نكمل يا جماعه عشان ما نضيعش وقت. ايه الاسئله الثانيه؟ مستر ممكن كويشن 33. حاضر انا سبته. طب تسليم فين يا جماعه؟ تسليم جت تاني؟ دلوقتي فين تسليم؟ جيت يا مستر، كان النت بس قطع مره واحده. طيب يا حبيبتي ماشي. طب روحي على السيرفيس ده، سؤال بانكتشويشن. تعالى نقرا من الاول. هنا بيقول لي self describe it مش عارف paper by focusing on untraditional subject it's a human face. خد بالك انك لازم تشيل ايه يا متأثر، قال ان ايه دي كومسبلايس، دي اندبندنت ودي اندبندنت. طب ليه مستر كومسبلايس؟ ليه كومسبلايس سبلايس؟ هو مش المفروض فوكسنج دي موديفاير؟ يا دكتورة انت جبت من نص السنتنس. الراجل بيقول لي ده في اول سي، هي از سيلف ديسكرايبد ماستر بيبر بورتري كاتر كوما ترانسفورمينج ذا سنتريز اولد تراديشن تشاينيز ارت بيبر كاتر كوما. انا شفت دوت جنب البوكس عشان كده انا جه في بالي انها من اول السنتنس باي فوكسنج. لا لا دي من اول السنتنس بقى هنا، هي از سيلف ديسكرايبد ماستر بيبر بورتري كاتر transforming the centuries old traditional Chinese art to paper cutting by focusing on a traditional subject it's the human face. خد بالك الانسر must be B. لان دي run on sentence وبي كوما سبلايس. انا عندي هنا colon وعندي هنا سيمي colon. which one is correct? which one explains it's B?
It's the human face, but on traditional subject. It's the human face. أنا بإكسبلين إيه الـ first sentence. ولا مش معايا؟ لا لا ما حضر لي. شاهد كده طيب؟ لا لا أوكي فهمتها. أنا بس ما خدتش بالي، افتكرت الأول sentence by focusing، عشان كده عملتها إيه. قلت أول sentence دي dependent، وبعد كده it is the human face. طيب برضه هنا ما فيش أي إشارة إن دي أول sentence by focusing on كذا. صح؟ تمام. ايه الاسئله الثانيه؟ ما عندي question 35. طب في حاجه يا تسنيم؟ ما فيش اسئله خالص يا تسنيم. لا انا كنت عايزه question 43 وكنت عايزه 30 بس. حل زيرو الاول يعني؟ ها؟ تسنيم حل ثيردي؟ يا تسنيم المستر كانت قايله حل، بقولك حل ثيردي الاول انا؟ اه ممكن ثيرتي عشان بس نتقطع عندي. طب حاضر، بصي يا تسنيم ركزي معايا. السؤال ده انا بنصح بيه الطالب يعمل حاجه معينه فيها. يا شباب ركزوا معايا. انا بقول للطالب الكويس ده بيجي نمبر 15 في الباسج، سواء 30 15 45 وهكذا. بقول للطالب قدامك حل من اثنين، يعني انت راجل جمعت الانسر بتاعت الباسج كلها وفاهم الدنيا مشيت ازاي، هتجاوب السؤال ده بكل سهوله. الطالب يجاوب يحل ومركز قوي في الباسج. طبعا طبعا الانجليش بيجي في الاول، فالمفروض تكون راجل لسه ايه، لسه كده ايه الرت كده، راجل لسه كده يعني ايه اكتف كده. Suppose the writer's main purpose had been to describe the various stages in the development of a genre of music. With يبقى الراجل بيتكلم على نوع الموسيقى genre of music. Would this essay accomplish that purpose؟ انا طبعا ما قريتش ومش فاكر، فانا هعمل سكيمنج بسرعه جدا. تبقى الراجل ركز على الحاجه دي فعلا ولا ما ركزش عليها؟ قال لي ringing in harmony barbershop music. Waiting for the haircut patron might have improved melody or other customers would have harmonized higher or lower this past time if they chose to keep widely known genre music that's tradition characterized for men. The song usually have simple melodies and likes. Barbershop music has many distinctive qualities, trills produced when all four voices perfectly combine to create the impression. Hence, quartets can only achieve this at one's voice. Nevertheless, with proper breath support and precise vocal technique, collaboration is also crucial. Each participant must listen to the others to sing falsely tuned notes. Few modern instruments can create effects because scientifically vary of wave instruments. They can become other instruments. And yes, because the writer discusses the origins of barber shop music along with present day reactions to the genre. Well, yes, stages in the development of a genre of music. And I will like various stages. يعني بقى الديجريز المختلفة المتنوعة various stages. فهنا بيقول لي yes because the writer discusses the origins of barbershop music along with present day reactions to the genre. Yes because the writer describes how a defining characteristic of barbershop music has evolved over time. No because while the writer mentioned the origins of barbershop music, the main focus of the character, I think answer should be H. And what you're looking at, we're talking about instruments, we're talking about the barbershop في الجزء بس، هو فعلا H is correct. الراجل في الأول فعلا يتكلم عن origin of barbershop، بس هو مش قاعد بيديها various stages. هو مجرد في الأول قال الأوريجن وبعد كده انتقل للإيه؟ للكاركترستيك اوف ذا جانر through the passage. I think it's easy يعني. ولا أقول تاني؟ يعني انت تلاحظوا في الاول بس يتكلم عن باربر شوب كوريكت، لكن هو بعد كده استرسل على ايه؟ حاجه ثانيه خالص في الديفلوبمنت بتاعت الباسج.
ولا مش موافقاني؟ عندك مشكلة في النت النهارده مش عارف ايه. هو مش عارفه جاب بيقطع في الاخر. طيب انت موافقاني ومش موافقاني ان الراجل في الاول بس اتكلم معانا؟ هو الاول اتكلم عن التاريخ وان هي ازاي اتعملت، بعديها بدأ يركز على الصوت ان هما ازاي بيقدروا يوصلوا حلو، للصوت ده. يبقى ازاي اختار اف؟ طيب انا اقول له بقى ايه؟ اقول له because while the writer mentioned the origins of barbershop music, the main focus is on characteristics of the genre. صح كده؟ طوال الباسج مظبوط كده؟ غير كلامه مظبوط. او عمل تفريعه كده جديده. طيب انا كنت شايف ان في حد عايز كوست 35 مظبوط كده ولا نسيت انا؟ ولا 33 اسف، عايز 30 ايه؟ 35 مستر. طب 35 بيقول لي هنا بابي the model often buys the portray a small fee. طب بقول له for a small fee buys a portray for a small fee، مش اقول له بقى using ولا giving a small fee يعني؟ صح. answer is given. ما انت عملتيها ايه طيب؟ given. اقول له the model often buys the portray given a small fee. It's incorrect grammatically. But if the model often buys the portray for a small fee. صح؟ Yes. طيب نكمل ايه تاني؟ ايه الاسئله الثانيه؟ طيب question 39. اسالني بس ازاي تستعمل 39. طبعا انت اخترتي دي الليد صح كده؟ لا اخترت لوك تشينج. طب اول مره تخرب معايا، ايه الهبل اللي عملته ده؟ قال لي لو لازم اتوقف بقى كده بالطريقه دي. لو بيجينز ا بورتري باي فولدينج ا 4 باي 6 انش ريكتانجل اوف بيبر اند هاف ان اسكينج تو ستاند ان اسكينج ذيم. يا دكتورة أنا لازم أشيل ده، أول واحدة أشيلها لازم أشيل ذيم دي. إزاي أنت هتختاري ذيم ده؟ ذيم دي فيج. إزاي أقول له إيه أصلا؟ يعني أقول له asking them دي ambiguous. أنا كنت بتكلم الكلام النهاردة في topic 14 في أريكا. ما ينفعش أقول لك هنا ذيم، ده كلام ambiguous، كلام غامض، صح كده؟ سوري مستر، لما جه في بالي يعني قلت إزاي الموديل يعني هيستاند؟ أكمل بس. Lou begins a portrait by folding a 4 by 6 inch rectangle of paper in half and asking A to stand still facing him and asking his model to stand still facing him. وبيطلب من الموديل بتاعته بقى بيعمل لها البورتري دي انها تكون قدامه تواجهه مش يرسمها. ها؟ اظن انها تبقى ثابته قدامه يعني؟ ايوه. And asking his model stand still facing him. انا اللي جه في بالي حاجه ثانيه خالص، قلت stand، قلت الموديل هيقف ازاي؟ ف تمام مستر. ده مش بيجي الموديل قدامه يقف، الموديل بيسموها الموديل، البنت اللي بتترسم دي اللي بتبقى انسان دمها خفيف. طيب في اسئله ثانيه؟ ممكن question 43. قال لي باسر باي كاما seeing lovers something even seeing those who sometimes even recognize people from their commute. يعني هي sometimes even recognize people ولا باسر باي seeing those bored sometimes even recognize that a person from their commute ولا recognizes a person ولا recognizes people. Passerby seeing Lois board sometimes even recognizes people from their commute.
Answer is A, recognize people. صح؟ 43 مع only, we only seeing those boards. هقول له sometimes even recognize people. مظبوط كده؟ لحظة بس لما أقول له be recognized that a person recognizes. صح كده؟ B و C غلط. B و C غلط بس أنا كنت هختار بين A و D. هقول له sometimes even recognizes people. أنا بتكلم in general. بتكلم in general بقول لك recognize people مش بقول لك recognizes. I'm talking طب general. هو ايه الطب اللي خلاني اختار الverb recognize؟ First thing I cannot put is here because I'm not talking about something specific in singular. I'm talking in general or recognize people. مش بقول لك بقى recognizes people. يعني لما كل حاجه بتعمل بتبقى plural؟ ما انا ما عنديش هنا fixed فين الفيكسد سبجكت هنا؟ Sometimes even recognize people. حتى موضوع عندنا ايه؟ recognize people ده. حتى حلوه دي. حتى حلوه في السبجكت فيرب. حن مليان حاجات كتير قوي بتاعت الاكل ده قوي. طب يا شباب اول حاجه عندنا السؤال ده فريهان ولا ما فهمناهوش؟ لا هو انا لسه متلخبط فيه. حلو طيب ماشي. أنا بقول لك passer by seeing Lewis board comma sometimes even recognize people from their commute. ده عم بقول لك their commute مش هينفع أقول لك person هشيل B و C مظبوط كده؟ يبقى أنا بقول لك هنا sometimes even ما فيش حاجة في الإنجليزي اسمها sometimes even recognizes people. Well, sometimes even recognize people. In I talk in general, I'm talking about a specific subject. In general, I should say recognize people, not sometimes even recognizes people. And which he recognizes, well, it recognizes, well, she recognizes. It's in general, I think it should be plural. Yeah. Which sometimes even recognizes people. مظبوط؟ يعني مش هتيجي كده. ولا ايه؟ يعني هشيل هي حاجه جنرال هخليها بلورال. بتكلم عن بصفه عامه. مش اقول لك ايه؟ بقول لك sometimes even مشاهد للناس دي او معرفه الناس. معايا؟ معايا تسليم؟ تسليم انت فاهم السؤال ده يا تسليم؟ مع حضرتك يا مستر. طب انت فاهمه الكلام ده يا شمام؟ انا الاول كنت متلخبطه فيه بس بعد كده تمام. طب في حاجه دلوقتي، في حاجه دلوقتي بس ركزوا معايا عشان بقى خلاص انا انفصلت خالص مش قادر. هل احنا دلوقتي المره الجايه نكمل في التيست ده ناخد منه الهارد كويشنز ولا نبعت امتحان جديد ولا نعمل ايه؟ ممكن نبعت امتحان جديد عشان نحله بس نكمل التست ده برضو لان اخر تو باسجز كان فيهم كام سؤال كده يعني لازم نبص عليهم. طيب ماشي خالص. انتوا بقى عايزين تعصروني وتاكلوني وتشغلوني وتقلوني صح كده؟ لا يا مستر. لا ازاي ده حقكم اصلا. انا بحب اصلا الطالب اللي يعمل كده اصلا الطالب بيشتغل. يا حاج مدثر حقنا. ايوه يا مستر. يا حول عايزك تحل بقى بص ركز معايا اللي فات مات حاجة تحلي من اول 46 بقيت الامتحان ده بس وهتقول لي ابعت لي اسئله مات يا عم مش بتاع الكلام ما الله يرضيك حلو كده وابعت عليك امتحان تاني هختار الوقت الامتحان ابعته بس بالليل شويه عشان بس اكون فوت عشان اتعبت لسه هشتغل بالليل تاني فاريح الساعه دي بس كده ونرجع تاني ان شاء الله كلنا مع بعض ماشي تمام بس اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله بحفظ الله وامنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله